وكيل مركز شباب العزيزية. احنا القافلة دي المرة الثانية بالنسبة لمركز شباب العزيزية انه تجي له قافلة من جامعة جنوب الوادي، والحمد لله رب العالمين عندنا مجموعة من التخصصات اللي بيحتاجهم كل مواطن. احنا بدأنا من الساعة 9:30 القافلة، والقافلة ان شاء الله ممدودة لحد انتهاء العلاج، ومجموعة من العلاج كميات كبيرة. احنا النهاردة دلوقتي حوالي الساعة 12 الظهر، عاملين ما يقرب من 200 كشف. ده بالنسبة لنا على التذاكر، بنعد على التذاكر. المرضى في حالة انبساط أكثر من رائع. وفي النهاية بشكر كل القائمين على العمل ده وكل الدكاترة اللي ساعدونا.